في فقرتنا هذه بالرغم من تخصص التغذية إلا أن فيها الجانب الوجداني واللي طاغي فيها، خصوصا أننا نفتقد ربما هذا الجانب، لذلك هو محور موضوعنا اليوم، كيف نستشعر الطعام والتواجد الحضوري للنعم وماذا نفتقد وكيف نعزز الإيجابية حول هذا الموضوع. خلونا نرحب معكم مشاهدينا بالاستوديو بالدكتورة ريما سلمان. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا فيك يا معايا. أهلا ريما، الله يحييكم ويحيي مشاهدينا. يقول لك دكتورة من طول الغيبات جاب الغنائم حبيبتي، جبت لكم موضوع كده ثقيل. موضوع ثقيل، موضوع متعمق ويمكن كثير ناس ما قد فكروا فيها. خلينا نتكلم عن مصطلح التركيز الحضوري أو التفكير الاستشعاري والتواجد عند تناول الطعام بالتحديد، شو يعني؟ أوكي، هو طبعا أنت ترجمتيه، ولكن هو يجمع اللي هو المايندفول إيتينج، إنه هو أنا لازم أكون متواجدة، لازم أكون حاضرة بكل حواسي بكل تفكيري عند تأتية الواجب اللي احنا بنقول عليه الغذاء أو احنا ناكل لنفسنا. أوكي، في عندك جهتين، احنا عرفنا إنه هو تواجد وحضور. أوكي، في ناس يقولوا لك ايش يعني تواجد وحضور، يعني مثلا ايش اسوي؟ مثلا في عندك ثلاثة اشياء لازم تفكري فيها علشان تعرف اذا انت موجودة للمومنت هذه او في المومنت هذه انت مستحضرة نفسك ولا لا. ايش انا حاسة؟ ايش انا ابغى؟ اوكي، كيف اللي ابغاه اوصل ليه؟ طيب ايش انا حاسة؟ كيف يعني وات؟ انه انا حاسة دحين في جسمي، اسمعي جسمك، listen to your body. اوكي، هل انت حاسة بجوع؟ هل انت حاسه بطفش؟ هل انت حاسه بعطش؟ ايش اللي انت بالضبط لازم تعرفي احتياجات جسمك؟ في شيء اسمه مايندلس ومايندفول. ايش يعني مايندلس؟ مثلا حطيتي دحين انت مثلا فتحتي صحن شوكولاته، اوكي، اعطيتيني حبه اخذتها اكلتها على طول، اوكي، مايندلس ايتينج، انا ماني مستحضره، ما فكرت فيها نهائيا. ليه؟ لانه هي جتني قدامي وكلتها. هل انا جسمي بحاجه ليها؟ هل انا جوعانه؟ هل انا حاسه ان انا محتاجه شيء حالي؟ لا، هذا المايندفول. لما اكون جالسه اقول لكم والله مشتهيه مره قطعه شوكولاته او مشتهيه مره تمره، مركزه عليها انت، مركزه انا بفكر وجسمي طالبها، معدتي بدات تسوي اصوات ان انا حاسه ان انا فعلا انا حاسه فيها. ومجرد ما قلت لك كلمه شوكولاته انت دحين ابدا يفكر في الشوكولاته دحين، تمام؟ النوع اللي انت تحبيه استشعري، ابدا شمي ريحته، ترى الشوكولاته ليها ريحه طبعا. حسيتي بريحتها؟ حسي ملمسها، انت كانك ماسكه قطعه شوكولاته دحين في يدك، اوكي، تخيلي وانت ماسكتها حسي كيف الشوكولاته في يدك، تمام؟ بعدين قولي اوكي كيف حتطلع طعمها. انا فاكره طعمها في بالميموري حقك، اذا انت بتاكلي الشوكولاته اللي بالبسكوت في الميموري موجود، ولكن لازم انا استشعر فيها وانا باكلها. حتاخدي قطمه صغيره، مش تحطيها كلها في فمك، قطمه صغيره واستشعري فيها بالمذاق كيف طعمها، هل هي سكرها حالي سكرها قليل؟ حطيها، استشعروا معايا وانا جالسه بتكلم. طيب حطيتيها في فمك دحين ابلعيها، حسي وانت جالسه تاخديها فعلا جالسه تاخديها واستمتعتي فيها، ولا مسكتي الحطه وشك شو اخبارك يا مها شو مسويه اليوم؟ صح. اوكي، بدون اي استهلاك، حسيتي انك انت متواجده كده لما تاخديها بتقولي انا استمتعت فيها. في مرات كثير بنروح مطاعم، اوكي يلا يلا كيف الاكل؟ كويس تمام. أكل واحدة تسأل كيف الأكل؟ مرة طعم، مرة استمتعنا بالوجبة. الشوربة تفضلوا عادي يفصلوا الشوربة كده طعمها، والمندش أو مثلا الستيك كده طعمه، كانوا مستحضرين المومنت. أوكي، لما أنتي بتيجي بتقولي طيب أوكي الطعم، في ناس عن ناس يختلف. صح. أول سنس لازم قبل ما تأكلي دائما النظر، طبعا تطلعي أنتي على الشيء، والشخص اللي ما عنده نظر إيش بيسوي؟ شم. الشم حاسة تانية متصلة، شميتي فيها أوكي استشعرتيها نفسها، حطيتيها في فمك حسيتي في الطعم، فمعناها أنه في خطوات عشان أنت لما تيجي تاكلي، أو أنك مثلا جالسة بتقولي أوكي أنا إيش حطبخ اليوم، فكرتي في الطبخة اللي تبغي تاكليها، تمام، وتبغي تجهزيها وفكرتي كيف أنك حتسويها، استشعرتي خطوات. إذا معناه mindful eating أول شيء أنه لازم أكون عندي حضور للشيء اللي أنا حسويه. طيب خلينا نوقف معك يا دكتورة ريما هنا، ليش؟
اوكي ليش لازم استشعر الطاقة؟ للمتعة عشان تستمتعي في الشيء. احنا دحين مع عصر السرعة ومع الجوالات ومع الانشغال ومع التليفون ومن ذا ما بنحس بطعم الأكل يا جماعة. صح. ما بتحسي بطعم الأكل، في أشياء كثيرة لازم تعطيها من وقتك علشان جسمك يستمتع فيها. والمشكلة دكتورة هو الأكل أكثر شيء فلوسنا رايحة عليه. بالضبط هذه المصيبة. بالضبط أكثر شيء فلوسنا رايحة عليه، وجسمنا مرات بيكون القرار حقنا اللي هو السريع ده المايندلس ده أوكي بيكون بيأذينا. ليه؟ لأنه إحنا ما بنفكر للنيوتريشن فاليو أو ما بنفكر بالقيمة الغذائية للغذاء اللي أنا جالسة آكله، المهم آكله خلاص. أوكي في عندك خطوات لازم تفكري فيها أوكي، وهذه علشان أنت تاخديها كنظام حياة. في ناس بيقولوا لي طيب أوكي سمعنا عن المايندفول إيتينج، أوكي وات شود أي دو، إيش لازم أسوي، كيف أنا ممكن أدخل في نظام حياتي؟ أقول لهم أول شيء لازم تفكروا ليش تبغوا تاكلوا وإيش تبغوا تاكلوا ومتى تبغوا تاكلوا، هذه أول شيء أنت لازم تفكري فيها. ولازم تاكلي وتعطي وقت للأكل اللي أنت جالسة تسويه. فإذا ما أنشغل بجوال، ما أنشغل في التلفزيون، ما أنشغل، أجلس مع عائلتي وأكلها. I make time for this meal، بعمل وقت أو أنا جالسة على الطاولة عشان أكل مع عائلتي ومنركز، وأحاديثنا تكون أحاديثة مبهجة. أو أنه حتى لو في لحظات من الصمت حلو الواحد يأكل هو بهدوء. صح. Peace of mind مع الجروب، إذا كان صحباتك أو مع زوجك أو مع أمك أو مع أبوك أو مع أهلك أو مع صاحبتك جالسين تاكله، to enjoy the company أوكي. صح. بدون ما يكون في مسج من هنا وإيميل وصل من هنا وصوت الباب من هنا. حاولي أنك اجلسين صغري حجم الصحن عشان يكون as a mindful. فكري إيش جوا الصحن، إيش الفاليو اللي جوا الصحن. لما تيجي تاكلي شيء كلي واستمتعي، مثلا فكري مثلا بتاكلي بروكلي مع ستيك اكزامبل اوف مع بطاطس مع ده، فكري في الغذاء ده من فين جاي، من ايش مرعاه، هل هو حيفيدني ولا ما حيفيدني، مش فقط لا غير يلا باكل عشان اسد جوع واقوم، لا فكري في الاكل نفسه. حاولي انك انت دائما يكون عندك تخطيط المسبق، وتكلمنا كثير عن التخطيط المسبق يا جماعه في صح. اي شيء في حياتنا، هل عمره في احد بيوصل للنجاح بدون هدف؟ طبعا لازم طبعاً. يكون عندك هدف، ولازم عندك خطه للوصول الى الهدف خطوه بخطوه. فلازم تكوني عارفه نفسك ايش حفطر واختيارات، ايش حتغدى واختيارات، ايش حتحشى واختيارات. فانت لازم تكوني مستحضره الشيء هذا كله. ترى على فكره المايندفول ايتينج اللي براكتسينج عليه او انك تدربي نفسك عليه يعني بيعطيكي احساس انك انت ما يكون عندك انكزايتي، ما يكون عندك قلق، ما يكون عندك اجهاد، ما يكون عندك قله في النوم. ليه؟ لانه اذا يو براكتسك او انت مرنتي عليه في الاكل معناها حتقدر تتمرن عليه بكل حياتك بعملك. لما يكون عندك اكثر من شيء هل حتقدري انك انت تنتجي؟ لما تقولي انا من الساعه 1 ل 2 حركز احضر لبرنامج سيدتي، من الساعه 4 ل 5 حركز علشان ادرس بنتي، من الساعه 6 ل 7 حركز عشان اجهز اكل لثاني يوم، انتجتي هنا وانتجتي هنا وانتجتي هنا. ولكن ايوه يا ماما ايش بتسوي هذا، ايوه انا جالسه اطبخ، ايوه برد على التليفونات من هنا، انتاجك ما حيكون فيه تركيز. وحتحسي نفسك دائما انك انت منتقصه او انك مذنبه في حق شيء من الاشياء هذه. فالواحد يحط له استحضار وجودي واستشعاري بكل تاسك او كل شيء نحن نبغى نسويه، هذا مره مهم للصحه، للعقل، للجسم، للمعده. المعده فيها اعصاب، مجرد ما احنا تحصلنا احنا جالسين ناخذ الاشياء بسرعه وعصر السرعه. ما سمعتوا عن شيء القولون العصبي؟ ما في احد يقول لك انا عندي قولون عصبي، وطبعا المفروض الواحد يكون عنده قولون، بس مش لازم يكون يهيج الاعصاب اللي في القولون، لانه عايشين في عصر السرعه. صح. كل الناس بتشرب من معدتها، اللي عندي حرقه واللي عندي عسر في الهضم واللي عندي قرحه واللي عندي، ترى كل هذا له علاقه نحن هاو كيف بنفكر في الاكل. صح. كيف بناكل، ايش بناكل، الكميه اللي جالسين ناكلها، فكل ده مرتبط في بعضه. طبعا طبعا. طب خلينا نتكلم عن التواصل بين العقل والمعدة، ما انك ذكرتيه دكتوره، هل فعلا يعني هذه الطريقه اذا انا ركزت زي ما تفضلتي، اخترت كنت اكل بهدوء بدون عصبيه، اكل شيء انا احبه فعلا ابغاه مو بس عشان اسد الجوع، هل فعلا هذا ياثر؟ هل ممكن يسبب لي امراض زي ما قلتي؟ اذا انت اكلتي مثلا بسرعه اوكي، وبعد ما تاكلي بسرعه بدون تفكير اكلتي بسرعه وما استحضرتي وما استمتعتي بالطعم اللي جالسه تجي، حيكون في تاثير عليكي في حمليه الهضم. حتحسي انه في عندك دائما انه في انديجيشن او عدم هضم الغذاء في الاكل، عندك نفخه، عندك غازات، او بطنك بيعورك. عارفه كيف؟ ليه؟ ممكن تكوني تاكلي كميه اكبر من اللي معدتك تحتاجها، لانك انت ما انت جالسه تفكري، جالسه تاكلي بسرعه بسرعه. معناها انه لازم يكون في كونكشن بين المايند
والستومك هي اصلا في الكونكشن هذه، ولكن احنا الكونكشن هذه لازم يكون فيها تناغم، هذا يسمع لده وده يسمع لده. ليش اقول لك ده؟ مرات ده ايش بيسوي؟ بيكون بيشوف بعينه والله واو الايس كريم ده مره طعم اوكي، ولا السينامون بون هذه مره حلوه، ولا ما يعني وات ايفر از تمام، معدتي مليانه، معدتي ما هي جوعانه، معدتي ما تبغى اكل، عقلي بيقول خدي ولكن معدتي ما بتكون فيه. طب اسمع كلام مين؟ اوكي ما لا انت المفروض تسمع كلام معدتك بالمايندفول ايتينج، لازم تو لسن تو يور بادي اوكي. انا ابغاها الان اكلها، ما ابغاها تيك ات فور ليتر، لما تجوعي كليها حتستمتعي فيها بدون ما معدتك تتاثر فيها. وده معظم ترى مشاكل زياده الوزن والسمنه الان لانه ما في علاقه تواصل، متخاصمين مع بعض ما في علاقه، المايند في حته والمعده في حته. احس انه لو طبقنا هذه نظريه الاستشعار والتفكير في الطعام راح تنظم اكلنا وجوده اكلنا وكمان عدد السعرات يعني الكميه. صحيح. حتى صحيح صحيح. حنحصل في وقت لكل شيء، حنحصل ان انت جالسه تعرفي ايش جالسه تاكلي، الفاليو الكميات بالضبط، بتفكري بكل شيء وعارفه دائما. يعني انت دائما استشعري مثلا ريم، بقول لك مثلا ايش الاشياء تحبي تفطريها، حتقولي لي خيار الاول، خيار الثاني، خيار الثالث، مثلا دائما دول الثلاث خيارات موجودين عندك في البيت، فانت عارفه وين اي ام هانجري للبريكفاست اوكي باكلها. مرات بتصحي بتقولي لي ترى ماني مشتهية اكل، ما هو غصب يا جماعه. صح طبعا قهوه، اذا معدتك ما قالت لك امشي، يعني علمونا اي بي سي تغذيه بالمدارس الزمان، الفطور الوجبه الملوكيه والفطور وما الفطور. جسمك يبغى كلي، جسمك ما يبغى اجلي، ما في شيء، خذيها الساعة 12، خذيها الساعة 1، خذيها الساعة 2، listen to your body. صح. إذا يبغى غذاء حيقول لك. أنت مثلا المرأة في فترة الدورة أو العادة الشهرية قبلها إيش بتحسي؟ تبغي حلا، تبغي نشويات، تبغي كارز، صح ولا لا؟ صح. listen to your body، ترى الكربوهيدرات ما هي عدوتنا يا جماعة. مظبوط كلام. الأكل الجنكي ما هو عدونا يا جماعة، لازم نتصالح مع الشيء ده، الكمية اللي إحنا جالسين ناخذها هي اللي عدوتنا. يعني مثلا يقولوا لك الفاست فود وما الفاست فود، اوكي بي فريند وذ يور فاست فود، بس تعرفي متى تاكليه واعرف ايش الكميه اللي تاكلوها. المشكله انه المطاعم علشان صارت تبيع كثير صارت تسوي لنا اللي هي الاحجام الاكس لارج والاكس اكس لارج، خلينا على الكيدز ميل حليله. أي والله. على حجم معدتنا. صح. ولا حيكون في عندنا سمنه ولا حيكون عندنا زياده في الوزن، وسوف تستمتعي بالاكل الطعام بكل شيء. كلامك منطقي دكتوره ريما، ودائما متوازن كده فكرك، ودائما يعني نستفيد من هذه النصائح المهمة. شكرا لوجودك معنا في هذه الحلقة اليوم. مشاهدينا فاصل قصير ورجعين. بعد الفاصل، هل يؤثر الأزواج على سلوكيات بعضهم البعض المادية؟